المبنى يصلح لكل شيء إلا أن يكون محكمة. عندما تقول بأن محكمة نظام الله، المحكمة المركزية الحالية الآن، المبنى الموجود فيها من أسوأ المباني يمكن تحقق العدالة للمواطن الفلسطيني. المواطن هو بالنهاية النتيجة، المواطن هو بالنهاية هو لجأ للسلطة القضائية، لجأ للتضييق الحضاري والدستوري لاستيفاء حقه، يريد أن يصرف الحق. فبالتالي لا يعني المواطن كثيرا، وأنا أعذر المعيقات على الأرض أو حتى المعيقات القانونية. خلص مع أسعد أحسن. خلص مع أسعد وننزل. شو؟ تعال والله. ومي يجيهم أحد ويجيهم خميس. هاي كلها إشكاليات بالنهاية يتحملها القضاء. كل هذه المعيقات مجتمعة تؤثر على ضغط الجمهور في القضاء. جيش خلاص، جيش خلاص. إذا أنت مكنت القضاء من الأدوات والإجراءات القانونية السليمة، صدقني القضاء سليم جدا، بدليل إنه في آلاف القضايا تنجز في المحاكم. تتعلق فيما يتعلق بالمجتمع، المجتمع له حق في المحاكم. بالتأكيد سطوة العدالة بدي أسميها أو سطوة القضاء لن ترضي الطرف الخاسر في الدعوة.